انت عندك عين سمكة وعايزنا اقولك تعمل ايه بخصوص. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، ولو عندك عين سمكة ارجوك ما تعملش زي استاذ علاء بطل قصتنا النهاردة. ولما تسمع القصة بطبيعة الحال هتستنتج ايه هو الصح اللي ممكن تعمله علشان عين السمكة اللي عندك. أستاذ علاء بطل قصتنا النهاردة شاب صغير في منتصف العشرينات، بيروح شغله وبيجي من شغله، يتفرج على مسلسل الساعة 9 أو يقلب في اليوتيوب شوية، وحياته طبيعية جدا. وإذ فجأة في يوم من الأيام كان عنده شغل كتير، وبعد 12 ساعة شغل تقريبا روح مرهق، دخل بيتهم قلع الجزمة والشراب وبدأ يلعب في رجله زي ما الناس بتلعب في رجلها لما بتروح. يعني مش عايزين بقى ايه نرسم الصورة اكتر من كده. وهو بيلعب كده شوية وبيلعب كده شوية، لقى حاجة غريبة حس بيها في بطن رجله. قال لك الله، ايه اللي طالع في رجلي ده؟ لما نبص عليه بقى فوجئ ببروز في الجلد يتوسطه حفرة سطحية تشبه عين السمكة. تكونش دي عين سمكة؟ الله اعلم. وبما ان هي ما بتوجعوش ما خدش ولا ده في الموضوع، وكمل حياته عادي من غير ما يحاول ان هو يعالجها. بقى ينزل مشاويره القريبه بالشبشب عادي، ويروح الصلاه بالشبشب عادي، يوم ورا التاني، لحد ما لاحظ في مره ان النمو الغريب اللي احتمال يكون عين سمكه ده طلع جنبه اتنين تانيين، بدا يتوغوش. بس برضه ما خدش ولا ده في الموضوع كتير لانهم مش بيوجعوه. عدى شهر التاني التالت، بس كون ان هي انتشرت في رجله دي حاجة قلقته نوعا ما، فقرر ان هو ياخد خطوة في سبيل اصلاح هذه المشكلة. يعمل ايه؟ يروح للدكتور؟ لا طبعا، دخل على النت ودور على علاج عين السمكة، وكالعادة النت اداله مقالة باللغة العربية، قال له حط عليها روح خل وغطيها بقشرة موز لحد الصبح هتصحى ما تلاقيهاش. صحي الصبح تاني يوم وشال قشر الموز من على عين السمكة، لقاها زي ما هي. ياه، معقول؟ يعني عين السمكة ما خفتش بقشر الموز؟ انا يا بتمشي بيا وتسرح بيا كده وتنيمني لنا. بدأ يدور على حلول اخرى للمشكلة. المهم قرر الحل ده وغيره من اللي لقاهم على النت مرة واثنين وثلاثة بدون اي تغيير، فرجع يكبر دماغه تاني. بعد فترة تقريبا شهرين بدأ يظهر له واحدة رابعة وواحدة خمسة في مكان اخر من باطن القدم. الله، دي شكلها عين سمكة متاية من اللي هي بتنتشر. طبعا ده اللي واحد صاحبه قالهوله لما فضفض معاه بكلمتين وقال له خلي بالك لازم تكويها بالنار عشان تقضي عليها. وفي اليوم ده تحديدا روح بيتهم وسخن مسمار على البوتاجاز وقرر ان هو يكويها بالنار زي ما صاحبه قاله، وراح كاوي عين السمكة وراح جايب القصافة، وتحول في لحظة نادرة من حياة البني ادم من موظف عادي لدكتور جراح متخصص، وبدأ يحفر في رجله عشان يشيل عيون السمك اللي فيها واحدة واحدة، وهو على يقين تام ان كلام صاحبه اكيد هيجيب نتيجة. تفتكروا ايه اللي حصل؟ طبعا ما جابش نتيجه. والكارثة الاكبر انه في خلال اسبوعين من بعد العمليه الجراحيه اللي استاذ علاء عملها، عين السمكه الاصليه كبرت اكتر بكتير وظهر حواليها عدد اكبر من العيون الجديده، يعني نقدر نقول تقريبا من 15 ل 20 واحده. والاساسيه اللي ظهرت له في الاول دلوقتي بدات توجعه لان حجمها كبر وبقى فيها التهاب، غالبا بسبب ان العمليه اللي عملها ما كانتش معقمه بشكل كافي. استاذ علاء حس ان الموضوع خطر وبدا ان هو مش قادر يدوس على رجله، فقرر ان هو المره دي يقوم بحل جذري. هيعمل ايه؟ يروح للدكتور؟ لا طبعا، راح للصيدليه. ولما راح للصيدليه الصيدلي تفضل وتكرم وعطاله مس مشهور جدا اسمه كالومات، بيحتوي على تركيز عالي من حمض السلسليك اللي بيكوي طبقات الجلد اللي بيتحط عليها وبالتالي بيموتها ويقشرها. استاذ علاء قرر ان هو ده الحل المثالي، وبرغم ان الصيدلي اكيد شرح له ان هو يحط المس على اماكن عين السمكه بس، ولكن استاذ علاء كالعاده قرر ان هو يجود وبدا يحط من كالوماك على المنطقه كلها. بعد حوالي شهر من استخدام الكالوماك فوجئ استاذ علاء ان ال 15 عين سمكه اللي في رجله اتحولوا ل 25، ودي مش مفاجاه لما نعرف ان عين السمكه في الاصل هو فيروس بيعدي الجلد وبيسرق
بيسبب نمو في خلايا الجلد اللي احنا بنشوفه بشكل عين السمك، وشرحت كل التفاصيل اللي تخص المرض وسببه وانواعه وعلاجه في فيديو كامل عن عين السمكة، انصحك تفتحه في صفحة تانية وتشوفه بعد الفيديو ده. استخدامه للكالوماك بالطريقة العشوائية دي خلت الجلد السليم ان هو يتآكل ويسبب سهولة انتشار العدوى لأماكن جديدة، فبالتالي زادت عيون السمكة اللي في رجله أكتر وأكتر. وهنا أستاذ علاء قرر ياخد القرار الصعب اللي هو ما كانش عايز ياخده من الأول. إيه؟ هيروح للدكتور؟ معقول؟ لا، قرر يبحث على اليوتيوب، والمرة دي لقى فيديو دكتور أيمن اللي بيشرح فيه عين السمكة بالتفصيل اللي أنا قلت لك تتفرج عليه بعد الفيديو ده، والفيديو أقنعه إنه لازم يروح للدكتور. أستاذ علاء لما دخل عليا كان في رجله حوالي 35 عين سمكة بعد المغامرات الطويلة اللي حكيتها لكم واللي استمرت تقريبا سنة من ساعة ظهور أول عين سمكة في رجله، وشرحت له إيه الأسباب اللي خلت عين السمكة تنتشر في رجله بالشكل ده، بما فيها إن هو كان بينزل بالشبشب ويسبب احتكاك في رجله وإصابات بتسهل انتشار الفيروس لأن الطبقة السطحية من الجلد بتحمي من انتشاره. وبعد ما اديت له الطريحة وبصراحة يعني بهدلته على اللي هو عمله ده، قررت ان انا ارقف بحاله وان انا اعالجه، وقلت له ونصحته ان احنا نعملها عن طريق الكي بالتبريد. تقنية الكي بالتبريد هي تقنية بنستخدمها للقضاء على عين السمكة او الصنط عن طريق تجميدهم في الجلد باستخدام مادة اسمها النيتروجين السائل، بتكون درجة حرارته 196 تحت الصفر. مجرد ما الجلد بيتعرض للحرارة دي الخلايا اللي بتحتوي على الفيروس بتموت، وبيكون رد فعل الجسم بعد الجلسة ان هو بيهجم على الخلايا الميتة دي ويفصلها عن الخلايا الحية عن طريق ان هي تورم، ومع الوقت الورم ده بينشف ويتحول لقشرة ويقع. أستاذ علاء اتوصيت بيه وعملت له جلسة محترمة، والحقيقة ان الجلسة بتوجع في البداية، بيكون فيه لسعة بسيطة لان الجسم مش بيقدر يميز السائع قوي عن السخن قوي. الاحساس ده بيستمر تقريبا اول 10 ثواني، بعد كده الجلد بيتخضر بسبب البرودة والاحساس بالوجع بيقل واحدة واحدة، بيرجع الاحساس تاني بعد ما بننتهي من الجلسة لان رد فعل الجسم على عملية التبريد بيسبب الم في المنطقة. الالم الشديد بيكون في اول يوم او يومين بعد الجلسة، وبعد كده الالم بيبدأ يقل بالتدريج لحد لما القشرة تنشف وتقع. وهي دي قصة استاذ علاء، وهي دي الحاجات اللي لو انت عندك عين سمكة ارجوك ما تعملهاش. والحاجة اللي المفروض تعملها بعد ما سمعت القصة دي انك تتوجه للدكتور في اسرع وقت ممكن علشان تتخلص من الموضوع وهو لسه في اوله. مجرد ما تشتبه ان انت عندك صنطة او عين سمكة روح للدكتور واعملها، ده هيكون اسهل وارخص واسرع ليك بكتير. وفي طرق كتير لإزالة عين السمكة مش بس الكي بالتبريد، اتكلمت عنهم كلهم في الفيديو اللي هسيبه لك هنا اتفرج عليه، بس اشترك على القناة قبل ما تتفرج عليه. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.